مايس عاصي من فلسطين، صحفية ناشطة نسوية وناشطة على الساحة السياسية عن طريق المظاهرات والمشاركة في كل المظاهرات اللي بتندد في إسرائيل. وكناشطة نسوية بكتب في مدونة اسمها النظرة مع 10 صحفيات فلسطينيات، نكتب فيها عن وضع فلسطين بشكل عام، سواء الوضع السياسي الاجتماعي والثقافي. بركز أنا في مقالاتي دائما على وضع المرأة الفلسطينية بشكل خاص، طبعا عن طريق مشاركتي في المظاهرات الأسبوعية اللي بتصير في فلسطين، اللي هي بتكون احتجاج على سواء مصادرة أراضي، زيادة بناء مستوطنات، أو ضد الاضطهاد اللي بيحدث في سجون الاحتلال، من اعتقال إداري، من ضرب وتعذيب للأسرى، ومن اعتقال الأطفال الدائم خلال هاي المسيرات اللي بتصير أسبوعية في فلسطين. منغطي هاي المسيرات سواء كتابة أو بالتلفزيون أو بالإذاعة، منحاول نخلي المرأة تشترك فيها بشكل أكثر وتكون فعالة فيها أكثر. وبصراحة احنا نجحنا بهاي القضية، لأنه المسيرات سواء كانت ضد النظام الموجود عندنا، أو ما نحكي النظام، الأحزاب السياسية اللي بتحكم في السلطة عندنا، أو على الجانب المظاهرات السياسية اللي بتصير أسبوعيا، بتكون اللي بتقودها هي المرأة الفلسطينية. لحد هلا انه انا بقدر اكتب، بس طبعا كصحفية، عشان انا اصلا من قرية اسمها قراوة بني حسان، وهي القرية بترفض اصلا انها تخلي اي بنت من بناتهم يطلعوا على اساس انها تكون صحفية. فأنا لحد هلأ يعني ما بقدر، ما وصلت لمرحلة إني أدخل القرية وأواجههم وجها لوجه، بس هذا اللي عم بحاول أعمله، لأنه هم هلأ بيعرفوا إني صحفية، بس ما بتقبلوا فكرة إني أنا مش محجبة مثلا. طبعا في فرق بين البنت المحجبة وبين البنت اللي مش محجبة. ممكن البنت المحجبة توصل رسالتها بطريقة أسرع المواطن الفلسطيني، لأنه هو خصوصا بحكي عن القرية، ما بديش أعمم عن كل الشعب الفلسطيني وكل المدن، بس إنه ما بتقبلوا دايما البنت المحجبة أكثر من البنت اللي من غير حجاب. وضع المرأة بشكل خاص في هذه القرية جدا المضطهدة لسه، وهي المشكلة إنه المرأة نفسها مش بتحاول تتحرر من هذا الإشي، لأنه قناعاتها والعادات والتقاليد اللي تربت عليها ترسخت في عقلها، فصفت زي إدمان عليها، مش مضطرة إنها تحكي أو تقاتل لضدها، لأنها بتشوف كل النساء اللي حواليها بيعملوا زيها فبتمشي معاهم. حتى في الوضع السياسي ما منشوفش مشاركة أبدا لهاي المرأة، مع إنه في أسرى كتير في هاي القرية، منشوفها بس إذا جابوا لها ابنها محمل كشهيد هي بتعيط عليه وبتلطم، بس إنها تطلع على مظاهرة أو على مسيرة مش موجود. المهنة اللي بتعملها مش أكثر من معلمة أو ممرضة أو في المختبر للساعة 2، وبعدين وجودها بيكون مختفي في القرية. لحد هلأ ممنوع تطلع من غير محرم. كل هاي الأشياء بتخلي القضية الفلسطينية ترجع لورا، لأنه إذا المرأة ما شاركت بجانب الرجل فلسطين أكيد مش رح تتحرر. هذا الإشي اللي عم بصير هلأ في المدن الفلسطينية، رام الله، رام الله في مشاركة فعالة جدا من المرأة، والمرأة هي السبب هلأ في تحريك الشباب الفلسطيني وظهورهم على الشارع، هي السبب في تنشيطهم وخروجهم لمظاهرات ضد الاحتلال.